فيكم بملخص الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد منذ مساء الأمس وإلى غاية 5 زوالا من يومه 12 يوليوز 2020، حيث سجلت 203 حالات إصابة جديدة مؤكدة بهذا الفيروس، 92 منها اكتشفت عن طريق تتبع المخالطين والتقصي الوبائي للبؤر، ويصل بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة منذ الثاني من شهر مارس وإلى غاية اليوم إلى ما مجموعه 15,745 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. التوزيع الجغرافي لهذه الحالات عبر جهات المملكة هو كما يلي: سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 71 حالة جديدة، 61 منها بطنجة، 7 بتطوان، وحالة واحدة بالمضيق، ثم حالتان بالعرائش. فيما يخص جهة الدار البيضاء ستات، سجلت 21 حالة جديدة، 18 بالدار البيضاء، حالة واحدة بالجديدة وحالتان بالمحمدية. أما فيما يتعلق بجهة مراكش أسفي فقد سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة 23 حالة جديدة مؤكدة، منها 20 بمراكش وحالتان بأسفي ثم حالة واحدة بالرحاملة. فيما سجلت جهة فاس مكناس 38 حالة إضافية كلها بفاس، وسجلت جهة العيون الساقية الحمراء 7 حالات جديدة بمدينة العيون. فيما يتعلق بجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 21 حالة جديدة، حالتان منها في تمارة، حالتان بسيدي قاسم، 14 حالة بالرباط و3 حالات بالخميسات. أما فيما يخص الجهة الشرقية فقد سجلت 14 حالة جديدة كلها بوجدة، فيما سجلت 4 حالات جديدة أيضا بجهة بني ملال خنفرة كلها بخنفرة. وقد سجلت جهة سوس ماسة خلال 24 ساعة الأخيرة حالتان جديدتان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بأكادير، فيما سجلت جهة الدخلة وادي الذهب حالتان أيضا بالدخلة، ولم تسجل جهة درعة فيلالت وجهة قلميم ودنون أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة. أما فيما يتعلق الحالات التي تم استبعادها فقد وصل مجموع الحالات التي استبعدت منذ بداية الأزمة إلى غاية الآن إلى ما مجموعه 862,881 حالة مستبعدة، وذلك بطبيعة الحال بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة. وفيما يخص حالة التعافي فقد تمثل للشفاء ولله الحمد 218 شخص، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء 12,283، أي بنسبة تعافي تبلغ حوالي 78%. لكن مع الأسف تم تسجيل 5 وفيات جديدة مرتبطة بداء كوفيد-19 خلال 24 ساعة المنصرمة، ويصل بذلك مجموع الوفيات إلى 250 وفاة، أي بنسبة إماتة تناهز 1.6%. وبذلك يبقى مجموع الحالات النشطة والتي هي قيد العلاج 3,212 حالة، منها 31 حالة صعبة وحرجة. وقد مكن تتبع المخالطين إلى غاية الآن من تتبع ما مجموعه 83,261 شخص، لازال منهم 13,353 مخالط تحت المراقبة الصحية اللازمة. وحرصا على تفادي ظهور مضاعفات أو حالات صعبة بين بعض الفئات ذات هشاشة صحية كالأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة كالسكري وأمراض القلب والقصور الكلوي أو السمنة المفرطة، تنصح من جديد وزارة الصحة هذه الفئات بتجنب الأماكن المكتظة مع عدم الخروج إلا للضرورة، والالتزام في حالة الخروج من البيت بوسائل الوقاية من تباعد جسدي وارتداء سليم للأقنعة، مع الحرص على نظافة الأيدي باستمرار، وعلى الأشخاص الذين يتعاملون مع هذه الفئات احترام واتباع التدابير الحاجزية لحماية هذه الفئة الهشة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.